على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمن الفعال، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من حجز 74,560 وحدة من مادة الشم المقلدة، كانت مموهة بواسطة 108 كيس من الورق الجاف لنبات الريحانة معبأة على متن شاحنة مع توقيف المشتبه فيه. المشتبه فيه رفعت ضده جنحة حيازة ونقل مادة التبغ الشمة دون سند قانوني، جنحة التهرب الضريبي، جنحة عدم الفوترة، جنحة ممارس نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، جنحة خداع المستهلك في قابلية استعمال أو تاريخ أو مدة الصلاحية أو النتائج المنتظرة أو طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسيف فتحت التحقيق في القضية، وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة فور الانتهاء من التحقيق. المساعد حمدوس عيسى قائد الفرقة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.